السلام عليكم أخ الرئيس تبون، تحية خالصة إليك وبارك الله فيك وواصل الشعب راه معك كما انتخبنا عليك وحطينا الناس باش تنتخب يوم 12/12/2019 وإن شاء الله الثقة راهي فيك كاملة وإن شاء الله تواصل إن شاء الله يا رب العالمين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. بمناسبة الذكرى الأولى للعراق نحمد الله على ما وصلنا إليه، وما زال المطالب متواصلة حتى تتحسن وضعية المواطن، ونطالب بالمساواة بين الناس وتحسين ظروف المعيشية من البنية التحتية والصحة والتعليم والسكن وأيضا رواتب العمال من قطاع عام وخاص، وخصوصا تابعين الوظيفة العمومي، لأن هناك فارق كبير بين الراتب الشهري وتكلفة العيش الكريم. عندي نقطة هامة أريد التطرق إليها وهي سياسية، ألا وهي ما بعد 5 سنوات من العهدة يجب التفكير من الآن لكي لا يقع ما وقع من قبل. وكان عندي تساؤل في 2009 و2014 للذين أرادوا تمديد العهدات، وهو ماذا حضرتم بعد هذه العهدات؟ والنتيجة رآها كل الشعب الجزائري. وفي الأخير أدعو الكل للتضافر الجهود للبناء من جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.